ليش هيدا الكورس معمول للناس اللي مش دارسين ماركتينج او ما عندها باك جراوند بالماركتينج؟ اليوم الاونلاين وورلد كله صار لازم انت تعرف عن نفسك ولازم انت تسوق لنفسك قبل ما تكون عم تسوق لاي بروجرام او لاي برودكت او لاي ايفنت. انت اليوم اذا ما عندك بيرسونال براند لك على الاونلاين شانلز او على الديجيتال شانلز لازم تكون مجهز بهيدا الوركشوب تا اذا ما عندك اي ماركتينج باك جراوند كيف انت تحسن هيدي المهارات بابسط التولز ميكس وستراتيجيز اللي انا بعطيها بهيدا الوركشوب.